شوف، احنا على ابواب فصل الشتاء، واحنا جايين كمان عارف ان فصل الشتاء الطلب على بيطان، غاز البيطان يتكاثر يتضاعف، ولهذا احنا ككل سنة ناخذ تدابير وناخذ كل الاحتياطات باش هذا الوقود يكون متوفر بالكميات اللازمة على مستوى كل تراب الوطني. والجديد في هذه السنة هو أن خدينا تدابير أخرى، قمنا ببعض الاستثمارات وزدنا في حجم التموين. نعم، بيطان قارورة البيطان. نعلمكم أننا مثلا في كاين مناطق تقدر أن تعزل مستوى التراب الوطني، ممكن أن تعزل، خدينا تدابير خاصة ودرنا محطات سكون أبل دي سونتر دومبليساج، محطات تعبئة صغيرة اللي راح في اي حاله راح يكون المنتوج موجود. وزدنا خدمنا في التنسيق مع بعض البلديات في المناطق النائيه، ودرنا كاين تخزين تاع قارورة الغاز، هذا تفاديا لاي حاله تاع وكان الجو يكون مش مليح وكان الطرق تكون معزوله، خدينا كل طابع في هذا.